السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالي سؤال بيقول هل المدن في مصر مدن ذكية؟ هل المدن اللي في مصر بنتقال عليها مدن ذكية هل هي مدن ذكية ولا لأ؟ لما بتدخل على النت بتلاقي في ناس تقول لك احنا محققين اللي يمكن تحقيقه ومحققين 100% مدن ذكية، وطبعا بيعمل دعاية لشركته وشغله ومفيش مشكلة خالص. وبتلاقي كلام تاني لا ده مصر فاشلة ومفيش مدن ذكية وكلها مدن غبية والكلام ده كله الصفحات الاخرى. طبعا احنا مالناش دعوه بالسياسه، سيبك من الكلام ده كله وخلينا نتكلم كلام اكاديمي وكلام علمي. طيب بالنسبه للمدن الذكيه فمفيش مدينه اسمها مدينه غبيه، تمام؟ مفيش مدينه في العالم غير لما لازم هتلاقي فيها نقطه او نقطتين يخلوها مدن ذكيه، حتى لو رحت فين، تمام؟ لازم هتلاقي حاجات نقط كويسه. خلينا ندور على الحاجات اللي فيها حاجات كويسه. ومفيش دولة في العالم حققت 100 نقطة، أعلى دول في العالم حسب الإحصائيات الأوروبية، في أكتر من جهة بتعمل الموضوع التقييم دوت، فمحققة 33 نقطة مثلا من 100. بيبدأوا يشوفوا هل مثلا الصرف الصحي، المية، الكهرباء، بتقدم خدمات مثلا في الرعاية الصحية، المناخ. كل مدينة بتلاقي فيها مزايا وبتلاقي فيها بعض النقط، تمام؟ فاحنا بنشوف المدن متفوقه في ايه ونبدا ان احنا ناخد منها. اكتر حاجات في الدول العربيه عندنا هتلاقي الامارات، وبعديها على طول قطر، وبعديها بشويه صغيرين السعوديه، وبعد كده بتلاقي مصر. في يعني خدنا مثلا القاهره لان انا قاهري، ففي نقط كتيره جدا بتبقى صعبه جدا في البشوكه والكهرباء. يعني لو حد جه من اي مدينه ثانيه ودخل القاهره بيتخنق من الزحمه وبيتخنق من الدخان وبيتخنق، لكن فيها نقط قوه، تمام؟ فانت بتبدا توزن، بتلاقي ما فيش حد يقدر يقول لك ان القاهره كلها سيئه. في بعض النقط تلاقيها بتاخدها، والدليل على كده ان في ناس كتيره موجودين مثلا في المحافظات التانيه بيجوا مخصوص عشان بتقدم بعض الخدمات. الفكره كلها ان كل المدن الجديده اللي في مصر يعني التقييم بتاعها يعني قليل شويه. نفسنا تبقى اعلى، نفسنا نبدا نشوف ايه التكنولوجيات اللي حوالينا ونبدا ان احنا ناخدها بشكل قوي. والموضوع مش غالي، لكن الموضوع محتاج تخطيط ومحتاج تعاون جميع الاقسام وجميع المهندسين وجميع الاطراف، ان احنا نبدا نشوف ايه التكنولوجيات اللي موجوده ونبدا ان احنا نحاول ان احنا نعملها، نخلي فيه نمو اقتصادي، نحاول ان احنا نوجد طريقه ان ميه المطر دي تتخزن واعاده استخدامها، ميه الصرف ممكن ان احنا نستغلها في انها مثلا هتروي النباتات اللي مش هتتاكل مثلا او كده وهكذا. فهي الفكره كلها يعني ان كل مدينه فيها نقاط قوه ونقاط ضعف، فاحنا محتاجين كل واحد في المدينه بتاعته يبدا يشوف ايه نقاط القوه وايه نقاط الضعف، وازاي نقاط الضعف دي ان احنا نتغلب عليها. من ضمن مثلا الامثله في العراق بلدنا الحبيبه، طلبه بداوا يحطوا سنسور في سله الكمامه بحيث انها تدي تنبيه للمسؤولين عن كده ان السله دي اتملت، بدل ما يروح مخصوص ويلاقيها فاضيه او يستنى تاني يوم ويلاقيها اتملت والناس بدات ترمي حواليها. فدي فكرة بسيطة مكلفتش كتير جدا، مكلفتش كتير وساعدت في نقطة. فممكن واحد تاني يوجد طريقة مثلا لتخزين المياه، وطريقة تانية مثلا لتقليل التلوث، لأن احنا بنزرع أشجار، يعمل مبادرة إن هو هيزرع شجر مثلا حوالين الطريق. فكل واحد لو عمل فكرة المدينة هتبقى ذكية. الغرض من المدينة الذكية مش إن احنا ناخد جايزة المدينة الذكية، الغرض الإنسان، إن أنت تحسن حياة الإنسان. حتى لو انت عملت جزء في المية، حتى لو اللي انت عملته ده مش هيزود لك نقط، لكن الانسان هيكون سعيد وهيكون مبسوط وهيكون وفرت له مثلا 10 دقايق راح شغل بدري او رجع من الشغل بدري. دي يعني ان شاء الله تلاقي نتيجتها يوم القيامة. عملت فكرة تقلل انتقال الفيروسات، دي برضو حاجة كويسة جدا. قللت الزحمة، عملت اي حاجة، والاعمال التطوعيه ممكن ان احنا نحاول نحسن حاجه زي كده. خلي هدفك مش ان انت تاخد احسن مدينه ذكيه، لا، ان الانسان نفسه يبقى سعيد في المجتمع اللي هو عايش فيه، لان هو يبقى فيه انتماء، يحس ان البلد بتقدم له خدمه كويسه ومبسوط فيها والحاجات دي كلها. فكل المدن اللي بتتبني حديثا فيها نقاط قوة وكلها مدن ذكية، لكن التقدير بيختلف. ممكن تلاقي واحدة مثلا خمس نقط، واحدة واخدة 10 وهكذا. نتمنى ان كلهم ياخدوا ال 100 نقطة، لكن احنا بنحاول نتكلم يعني بالارقام.
وبنحاول نتكلم بشكل كويس. يعني من ضمن الحاجات اللي عشان تاخد نقط كويسة، من ضمن المقاييس اللي قريتها سرعة الإنترنت، لأن هو بيقسم المجتمعات اللي احنا بنعتبر دلوقتي السوسايتي 5 أو المجتمع الخامس، لأن المجتمع الأول هو إن هو استوت، المجتمع التاني إن هو بدأ يزرع بقى في مكان ومبقاش بيتحرك من كل شوية يجروا على الحيوانات، وبعد كده بقى المجتمع الصناعي، وبعد كده المجتمع المعلومات، ودلوقتي المجتمع اللي احنا فيه اللي هو المجتمع الإنترنت والإنترنت الأشياء والسوسايتي اللي احنا موجودين فيها، بحيث إن احنا بلوك تشين. طب ما هو كل الحاجات دي معتمدة على الإنترنت، فلازم الإنترنت عندك يكون سريع عشان تاخد تقييم حلو في موضوع المدن الذكية، ولازم يكون القوانين تتغير بحيث إنها تتناسب مع الحاجات الحديثة اللي بتحصل حوالينا ديت. شكرا ليك، وأتمنى تكتب لي في التعليقات إيه المدينة اللي أنت فيها، وإيه نقط القوة وإيه نقط الضعف اللي فيها.